انضم إلينا من غزة مراسل الغد محمد أبو ناموس. محمد، ضعنا في آخر المستجدات لديك. نعم سهام، يعني قبل قليل كان هناك إطلاق لعدد من القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة. هذه القذائف أطلقت من شمال القطاع ومن جنوبه، واستمعنا أيضا إلى صوت القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض هذه القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف. وسبق هذا الأمر إطلاق قذائف من المدفعية الإسرائيلية على مرصد يتبع الفصائل الفلسطينية المسلحة شرق مدينة غزة، ولم يكن هناك أي من الإصابات أو لم تتحدث وزارة الصحة عن وقوع أي من الإصابات جراء هذا القصف الإسرائيلي. ولكن على أي حال في هذه اللحظات نستمع إلى صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية وهي تحلق بشكل كثيف في سماء قطاع غزة وسط حذر شديد وقلق من قبل المواطنين في قطاع غزة. كل هذه التطورات الميدانية باتت موجودة بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد الشيخ خضر عدنان الأسير الذي أضرب عن الطعام ل 87 يوما واستشهد فجر هذا اليوم، والذي كان يضرب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري رغم كافة التحذيرات التي كانت تقول بأن صحته متدهورة وأن أوضاعه تقترب من استشهاده حتى استشهد. كان هناك العديد من التصريحات الفلسطينية التي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشهيد خضر عدنان، وقالت بأن يجب أن يكون هناك رد على هذا الأمر وأن الرد سيكون في الوقت والزمان المناسب. يبدو أن الرد كان في هذه القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، إضافة إلى فعاليات عدة وسط إضراب وحداد شامل في قطاع غزة على استشهاد خضر عدنان، والذي باستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 237 شهيدا حتى يومنا هذا. هناك توقعات بأن يسود أو يستمر أو تستمر هذه الأجواء المشحونة وهذا التوتر الميداني مع استمرار هذا التحليق الذي يزيد من قلق المواطنين داخل قطاع غزة. طيب ماذا بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان؟ يعني هل لك أن تضعنا في صورة ردود فعل الفصائل؟ ما الذي تنوي فعله في الساعات المقبلة؟ يعني في طبيعة الرد التي تحدثت عنها الفصائل من خلال مقابلات أجريناها معهم، جميعهم تحدثوا بأن يجب أن يكون هناك رد، وأي توتر ميداني الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية، ولكن سيكون هناك رد، وطبيعة هذا الرد ستحدد بناء على ما تراه غرفة العمليات المشتركة التي بالمناسبة بعد قليل سيكون لها بيان تتحدث فيه عن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وربما تتحدث عن طبيعة ردها على استشهاد الشهيد خضر عدنان. وربما أيضا هذا كان واضحا من خلال التصريحات التي تحدث فيها الفصائل الفلسطينية منذ صبيحة هذا اليوم. كان هناك العديد من البيانات المنفصلة للفصائل الفلسطينية، حماس، فتح، التيار الإصلاحي، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، الجهاد الإسلامي، حزب الشعب. كافة هذه الفصائل أدانت هذا الفعل الإسرائيلي وإمعان الاحتلال الإسرائيلي كما وصفته بأنه اغتال خضر عدنان مع سبق الإصرار والترصد، وهذه جريمة نكراء. قالت بأن هذه الحادثة يجب أن يكون لها ما بعدها، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن ممارساته ضد خضر عدنان وأيضا بقية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. نتحدث عن أكثر من 700 أسير فلسطيني من الأسرى المرضى يتواجدون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يرفض الاحتلال علاجهم ويرفض أيضا تقديم أي مساعدة طبية تليق لمستوى أمراضهم، خصوصا من يعانون من أمراض مزمنة كمرضى السرطان
السرطان والعديد من الأمراض التي يرفض الاحتلال الإسرائيلي أن يقدمها أو يقدم العلاجات لهم في داخل السجون. إدارة مصحة السجون الإسرائيلية قالت الفصائل الفلسطينية عنها بأنها تمعن وبشكل مباشر تحاول قتل الفلسطينيين من خلال هذه السياسات المختلفة: إهمال طبي، اعتقال إداري، عزل انفرادي، والعديد من السياسات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، رغم العديد من التصريحات والمطالبات بضرورة أن يكون هناك إيقاف لهذه الممارسات. الآن ومن خلال ما يصلنا، غرفة الأمنيات المشتركة قالت بأن هذا الرد هو رد أولي على اغتيال واستشهاد الأسير خضر عدنان، وأن هذه القذائف الصاروخية تأتي في إطار الرد الأولي على اغتيال الشيخ خضر عدنان. هذا يعني بأن ربما يكون هناك استمرار لإطلاق القذائف الصاروخية، وربما يكون هذا ردا أوليا واستكماله، ليس بشرط أن يكون هذا اليوم أو في خلال هذه الدقائق وهذه الساعات. ربما استشهاد الشيخ خضر عدنان كشف الكثير من الحيثيات ومن الوقائع التي ربما يعاني منها أي أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، خاصة منهم المرضى. نريد أن تضعنا في صورة محمد أبو ناموس، في صورة ما يعانيه هؤلاء للمشاهد، الوقائع التي خاصة أنه في الأسبوع الماضي منع محامو الشهيد خضر عدنان من التواصل مع أي جهات طبية، أي جهات حقوقية، أيضا منعت من التواصل مع حتى عائلته. نريد أن نضع المشاهد في صورة ما يعانيها الأسير في سجون الاحتلال. نعم سهام، يعني ما حدث مع الشهيد الشيخ خضر عدنان هو صورة مباشرة وواضحة وانعكاس واضح لكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين. الشيخ خضر عدنان اعتقل اعتقالا إداريا، وهي ليست المرة الأولى وليست المرة الأولى التي يضرب فيها عن الطعام. منذ أكثر من شهر وهناك حديث بأن وضعه الصحي متدهور. في بداية الأسبوع الماضي رفض الاحتلال الإسرائيلي حتى من دخول المحامين لقائه والجلوس معه، ويرفض أيضا إعطاء أي معلومة حول طبيعته الصحية. إضافة إلى ذلك، الاحتلال الإسرائيلي يمنع الأسرى المرضى من تلقي العلاج. نتحدث عن أكثر من 4900 أسير يعيشون هذه الحالة الصعبة، نتحدث عن 700 أسير منهم مرضى، نتحدث عن 31 امرأة سيدة أسيرة فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية، وأكثر من 150 طفل قاصر داخل هذه السجون الإسرائيلية. كل هذه الأرقام، كل هذه الأعداد، نتحدث عن أبشع الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي باتجاههم، من خلال منع إدخال المصروف اليومي أو الشهري لهم، منعهم وصولهم إلى الكانتينا وهي المكان الذي من الممكن أن يشتروا حاجياتهم والأغطية الشتوية والملابس الشتوية، خصوصا في فصل الشتاء الذي كان الاحتلال الإسرائيلي يمنع ذلك، إضافة إلى أنه يمنع إدخال العلاج. وربما هنا إن أردت أن أتحدث عن هذا الواقع الصعب ببعض الحالات التي نحن شهداء عليها، أحد الأسرى سهام كان يعاني من مرض عضال، وكان كلما يشتكي إلى إدارة مصلحة السجون وأنه يحتاج إلى علاج، كان علاجه الذي بات سخرية عند الأسرى الفلسطينيين والذي أطلقوا عليه العلاج السحري لأي مرض، وهو حبة الأكامول، وهذا العلاج الذي يعطى لمن لديه صداع في رأسه. الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما استمعنا إلى الأسرى داخل السجون يعطوهم فقط هذه الحبة التي هي من المفترض أنها لصداع الرأس، مهما كان المرض العلاج هو هذه الحبة. هذه صورة صغيرة لمعاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وربما الشهادات من داخل السجون هي أكبر بكثير من هذه المعاناة التي لا يمكن أن نسردها من خلال
مباشر خلال دقائق قليلة. والأمر الأوضح والشاهد الأكبر في هذا الأمر سهام عندما نتحدث عن أسرى يمنعوا من زيارة ذويهم في إعلان واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنه يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت لهم هذا الأمر، يمنعون من الزيارة، يمنعون من ما يسمى بالفسحة أو أن يكونوا في منطقة مفتوحة إلى حد ما داخل السجون، تحدد لهم مواقيت النوم والاستيقاظ حسب ما تريد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. كافة هذه السياسات وناهيك عن التعذيب وأساليب التعذيب المختلفة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، كل هذه الأمور من شأنها أن تزيد من غضب الأسرى ويشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام. قبل أقل من شهرين كان هناك إضرابا جماعيا للأسرى داخل السجون رفضا لما كان يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في حينه من توفير لهم أبسط مقومات الحياة داخل السجون، ويمنعهم أيضا من الصلاة، يمنعهم من الوضوء، وإذا أرادوا الوضوء يقوم بجلب مياه ملوثة وهي مياه الصرف الصحي، ويقول لهم هذه المياه التي يمكن أن تتوضأوا بها. هذه السياسات على اختلافها سهام يمكن أن نقول بأنها هي من تجبر الاحتلال، تجبر عفوا الأسرى الفلسطينيين على خوض هذه المعارك والتي باتت تعرف بمعركة الأمعاء الخاوية من قبل الأسرى الفلسطينيين لمقارعة السجان الإسرائيلي لنيل أبسط حقوقهم، كأن يكون مثلا للأسير تهمة بناء عليها يسجن. خضر عدنان لم يكن لديه أي تهمة رغم أنه سجين داخل السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 4 أشهر أو عفوا منذ أكثر من 2.5 شهر، ولكن الاحتلال الإسرائيلي رفض أن يكون له أي تهمة إزاء هذا الاعتقال، الأمر الذي دفعه للشروع في خوض معركة أمعاء خاوية، وهي بالمناسبة ليست الأولى. منذ عام 1998 بدأ خضر عدنان بمرحلة الاعتقال وخاض تجارب عدة لمعركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام، وهناك أرقام قياسية قد سجلت للشيخ خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام. في مرة من المرات تخطى خضر عدنان أكثر من 185 يوما في إضرابه المفتوح عن الطعام، ولكن في حين الاحتلال الإسرائيلي أفرج عنه عند الرمق الأخير. ولكن هذه المرة الاحتلال الإسرائيلي أصر بأن يكون أو تكون نهاية حياة خضر عدنان داخل السجن من خلال رفضه الإفراج عنه والاستمرار بالاعتقال الإداري. بالأمس كان هناك جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه المحامي الخاص بالشيخ خضر عدنان، ولكن إدارة مصلحة السجون رفضت هذا الاستئناف ورفضت الإفراج عنه، فبالتالي كان هناك وضعا صحيا إدارة مصلحة السجون كانت تعلمه جيدا، ولكنها كانت تخبئ هذا الأمر على المحامين وعلى الفلسطينيين وعلى عائلة خضر عدنان حتى فوجئ الجميع فجر هذا اليوم باستشهاد خضر عدنان.